بين اليوم تكون مواجهه حقيقيه ديال المصلحات المغاربه على اساس ان الواجب اللي وقع في هذا الموضوع هذا. بخلاصه بسيطه يمكن نقول انه هذا الملف ديال الابتزاز ديال المغرب وديال الدوله المغربيه وديال الانهاك ديال القدرات والمقومات الوطنيه من بعد الابتزاز ديال الراس السابق الشركه ديال سمير ودي نهار تقريبا 91 مليار على مدى 17 سنه من 15 مليار درهم بالسنه. اليوم نعيش على ما يناهز 800 مليار سنويا من جهود المغاربه والاقتصاد المغربي. لان بلدنا تحت رحمه هؤلاء يهتفون في مقدرات البلاد باسم الاستثمار وباسم تحقيق الارباح. فيطرح سؤال جدوى سمير على وجود الاسامير رقم بسيط جدا يمكن نقولوا. الاسامير الشغال ديالها 2022 غادي تعطينا كاع الكادر والحسابات كاع تعطينا على الاقل مليار دولار تبقى في المغرب وتخرج على الارض. الى حسبنا دولار و10 دراهم 10 مليار درهم على الاقل ما غاديش تخرج من المغرب وتبقى هنا. في واحد جوج مليار درهم غتمشي للمغاربه كاملين كيربحوها بشكل مباشر غير مباشر. اوراق المغربيه مؤسسه التقاعد الاجارات ليكوسيستيم المحلي وما الى ذلك ب 200 مليار سنتيم سنويا. وفي 8 مليار درهم ديال الربح صافي من العمليه ديال التسكير. اذا كانت هذه الفلوس ملك ديال الدوله فهي 8 مليار سيستفيد منها كبير الميزانيه التسكين في المغرب ويسد فيها الثغور التي تعاني منها الميزانيه ديال المغرب. الا كان هذا راس مال خاص على الاقل غنجيبو شي شويه ديال الياس من ديك 8 مليار ديال الدرهم راه ماشي سهله بمعنى ارقام ناطقه وساطعه. ولو انه كانت عندنا جوج ديال السميرات ماشي غير سميره واحده هذا الراس يمكن نضربو بجوج. لو كانت عندنا ثلاثه ديال السميرات كنا غنضربو شي ثلاثه. ولعل الهند اليوم طلعات بالنسبه ديال النمو ديالها والعمليه المركزيه ديالها هي العمليه ديال التسخير ديال البترول. لم يجاهدنا احد في هذا الموضوع. بالنسبه للعربيه غادي نحاول نمشي في الافقي في العمودي لان ما عنديش الوقت الكافي باش ندير. كاين عناصر هذا اللي يمكن نتكلموا عليها. هذا المجال اللي نخدموا فيه مجال دولي ماشي مجال خاص بالمغرب حتى انه فهي خيرات كانت تحت اقدام العرب مع اجميع الاجر المصنعه في تحت اقدامكم تجري انهار من الذهب الاسود عاد للاستهلاك من هذا الطاقه. ورغم التفاؤل اليوم اللي كاين هذا الشيء ديال التحول الطاقي والقضاء على الطاقه الاحفوريه بالممرات ديال البيئه ديال الحفاظ على الانسان وعلى ولكن الطاقه تشرب لا بد منه. اذا بغيتو دابا ما ندويش معاكم ونطفيو الدومين قد تروح تشوف شي واحد ونحافظوا على البيئه نطفيو ونحبسوا الصناعه ما يمكنش تجي لان الصناعه هذا ما نحوج ليها بغيتي كاين المقابل ديالها. ورغم كل التوقعات اللي كانت كاين المقابل انه كينصح المعادله الصفريه في 2050 ديال الكربون ولكن كاين تعاملات اخرى كتقول بانه ننتقل الى السله الطاقيه ديال البترول على 20% من هنا 2050 لان خصنا نشوفوا بانه كاين تطور ديال الاستهلاك. طبعا النفط سيستمر بالنسبه للعقود القادمه وهذا الشيء ديال الطاقه المتجدده رغم الحديث عليه انا بغيت غير يقول لي شي واحد طاقه متجدده فين كتمشي بزاف. حنا المغرب من 2009 وحنا خدامين اليوم يا الله درنا واحد 9% من المزيج الطاقي من هذا تقدم ولو 1% تقريبا سنويا ما كتمشيوش ما كتمشيوش. هذا علما بان الطاقه البديله بدات كتبان بعد حوايج. انا اليوم اللي كنقول بان الطاقه الجديده هي الارض مقابل الطاقه. وهذا الشيء هذا بالنسبه للاوروبيين ولكن حنا عندنا الارض لان بناء الرحبات الريحيه او الرحبات الشمسيه كيلومترات وكيلومترات من الاراضي التي سيتم اعدامها وعدم تخصيصها لاي نشاط كما كانوا عليه. ما يمكنش نديروا الزراعه تحت الالواح الشمسيه او نديروا تربيه الفاشيه بقرب الطاقه الهوائيه او ما الى ذلك. بمعنى اراضي تحلى بها يتم تخصيصها لهذا الشيء ديال الطاقه بالاضافه على انه الطاقه اليوم البديله اخرى انه كنتكلموا عليها كاين عدم الموثوقيه كاين اشكال ديال التخزين والتخزين مرتبط بالمعادن كان التخزين للحد الساعه كاين اشكال مازال طلع حسن جاوبوا عليه. بمعنى ما نمشيوش بزاف هذا الشيء ديال الطاقه المتجدده ونحتاج صورة واحد الله خرجنا
الاشكال الذي يجب ان نتقدم اليه. بالنسبه لسوق الدولي للبترول المنحنى الغادي هو ارتفاع الاستهلاك وارتفاع الاسعار واستمرار ارتفاع الاسعار لمجموعه من العوامل، ولعل ما نعيشه اليوم من اباده الشعب الفلسطيني ومحاوله تجهيل ومسحيل الخريطه، العمق ديالو هو الشرق الاوسط الذي يرتاح او انه ينام تحت مياه من الذهب الاسود ومن النفط ومن الغاز. معركه الاصل هي معركه الطاقه، ربما تغنى في خليفه دينيه ايديولوجيه تاريخيه وما الى ذلك، ولكن العمق الاقتصادي والاشكاليه المركزيه هي اشكاليات الطاقه. البيان الذي يبين بانه طلب النفط غادي بالارتفاع الى 96 مليون برميل يومي، توقعات كما قلت كتعطي 116 مليون بالنسبه لهذه السنوات المقبله. بالنسبه للنفط الخام المتوسط ديال الحدود سعره في 10 سنوات الاخيره هي 75 دولار. ملاحه البنادق السنه 2020 كانت استثنائيه، يمكن نتكلم على واحد المتوسط ديال 80 دولار هو المتوسط ديال هذا العقد الاخير. وبالنسبه الى التوقعات اللي كديرها لوبيك والمجموعه ديال المختصين، تقول بانه النفط سيكون حاضرا من هنا 2050 على الاقل 19% بالنسبه للسوق الطاقيه، لان يمكن استبدال النفط الميت على استعمال الطاقيه، ولكن يمكن صعوبه ديال استبدال النفط فيما يتعلق باستعمالات غير الطاقيه، واقول خصوصا صناعه البتروكيماويه، لانه النفط تستخرج منه كل ساعه اكثر من 44 ماده اللي كنستعملها اليوم في جميع المجالات من غير استعمال الطاقه. ردنا على بعض الخبراء ديالنا او الذين اسميهم في بعض الاحيان خبراء تحت الطراب، اللي كيشكوا دائما في هذه الصناعه ديال التسكير ديال البترول. هذا البيان عندهم كيبين بانه الفرق اللي كان في السوق الدولي ما بين الثمن ديال الطن ديال البترول الخام والطن ديال الغازوار كان في 2017 يساوي 99 دولار، 2020 طاح 81 دولار، 2022 طلعنا 285 دولار، وفي 2023 حتى الحدود النهائيه باش نكون كبير راحنا 227 دولار. برقم بسيط جدا، بمعنى الثمن ديال الغازوار يفوق الثمن ديال البترول الخام بواحد 2.27 درهم، بمعنى لو بغيتي النفط الخام هذا ثمنه، ملي كدير عليه عمليه التسكير والارباح ديالو والمسائل الاخرى كتولي زايده عليك واحد 2 دراهم ونص على حسب التقنيات اللي كاينه في 22 راه كنا كنقربوا 3 ديال الدراهم اللي هي القيمه اللي كتجرى العمليه ديال التسكير. وهنا باش كنتكلموا على الهواميش ديال التسكير ديال البترول بشكل عام، كتشوفوا كيفاش وقع القفز في 22 وكيفاش استمر هذا القفز بالنسبه للسنه ديال 23. بالنسبه للسوق الوطني معروفه بان عندنا مجموعه ديال الاختيارات، الاولى بان غادي نتحدث الاستهلاك ديالنا من الطاقه بشكل عام يقارب 24 مليون طن مقابل. الطاقات المتجدده كما قلت سابقا لا تمثل سوى 9% في 21، البترول اليوم يمثل 39%، المساهمة ديال الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بوحدو يلا راحنا في 20%، لكن واحد النوع ديال التغليط ما بين القدرة الإنتاجية والإنتاج الفعلي وما بين القدرة التخزينية والتخزين الفعلي، كاين واحد الخلط هنا وكاين واحد النوع ديال التغليط، يعني مقصود غير مقصود اللي كيفهم راه كيفهم، اللي ما كيفهمش راه كيسمع القدرة التخزينية ديالنا 100 يوم كيسحب واحد 100 يوم ديال البترول. هي القدرة القادرة للملء، ولكن الملء الحقيقي فيها احنا غادي نحكي دا والريفيون، احنا غادي كيما كيسموا الفرنساويين افيل دون ديال احنا غادي جوست الاستهلاك الوطني من المواد البتروليه 11.5 مليون طن، فيها المشتقات البتروليه 77%، وبانه كتطور تقريبا واحد 3.3% كان الاستهلاك ديالنا غادي يطلع. المحروقات تمكن 72%، وحينما نقول المحروقات هي الغازوار والبنزين، هي مازون وليسانس، هي غازوار والسوبر، واساسا غازوار اللي كيمثل واحد 65% والبنزين كيمثل 7%. عندنا وقود الطائرات كذلك 7%، 5% اللي استفاد هو الكودرون باش كنصوبوا الطركان، وحنا ان شاء الله غادي نديروا المونديال خاصنا نصوبوا بزاف ديال الطركان وخاصنا نصوبوا بزاف ديال الحوايج، دونك خاصنا المزيد من الاسفلت، وكاينه 16% تستعمل في انتاج الكهرباء اللي هو وقود اساسي بالنسبه للمحطه الحراريه، ولا باش نفتحوا على القوس باش جينا نستوعبنا الغاز
كان الحلو هو اننا رجعوا الزيور معنا على الناقص نمشي عليه وطلعنا نمشي عليه لاننا نمشي عليه. يعني نفس نعرفوا بانه كما كيقولوا الطاقه نفس الشده وكله في سنه واحده نفس يكون في مجموعه ديال الحوايج الا مشات هذه الكونفرنس هذه ما مشات هذه الكونفرنس الا المغاربه ما يباتوش في الظلمه وهذا الشيء ما قدر حتى شي واحد يديرو. والجيران كانوا كيعتقدوا زعما الناس تقول لك البندوزيه غادي يباتوا في الظلمه ساعه داك الشيء في راس الجمل راه في راس الجمال. إذا المغرب اليوم كل الحاجيات ديالو يمكنها عبر الاستيراد من الخارج وكنا سابقا أيام زمان نكرر البترول وكانت الإسفاق ديالنا تساهم واحد حوالي 60% من الحاجيات ديال المغرب مع بعض في التصدير. بغا يقول لي شي واحد كيفاش إذا كندخلوا مصفات سامي عقاد تقرر 10 مليون نبقوا ولكن كتبقى واحد 2 مليون أخرى ما كنخدموهاش في المغرب خصها تمشي كتصدير على أغراض هي البداية ديال صناعة الكيماوية اللي هو واحد المشروع ديال الحلم الوطني منذ سنة 20 شركة في القطاع العام اللي لحد الساعة مازال مكيشوفش باش يتوفر هذا المشروع هذا. هذا الصيد هذا كيبين هذا الشيء اللي قلت سابقا. بالنسبة للسوق الوطني المعالجة الأولى هو أنه تعاني من قوانين مقترة ومترهلة بمعنى قديمة قيدا ربما كبيرة عليا أنا تزاديت وقيل عندي دابا 50 عام ولا 55 عام كاين عندنا قوانين موجودة مع العهد الفرنسيس رغم أنه قطاع مجموعة ديال التحولات كانت الخصوصة كان التحرير كان خروج ديال الدولة من التوزيع خروج ديال الدولة من التشغيل هادو كلهم ما خلاش الوقت على أساس نحيو القوانين ديالنا باش يكون قانون مؤطر باش نشوفوا الوضع الطاقي في المغرب ومن الطاقة البيضاوية. السوق الوطني معروف عند الجميع تنزح تحت وطأة التركيز وغياب المنافسة الشريفة في السوق رغم أننا كانت كاين عندنا 30 شركة وعندنا 36 شركة اللي كدير السيارات على العدد ديال الأحزاب اللي عندنا في المغرب ولكن هادو أرقى ولكن الرواد أو دوك الشخوشة هما خمسة بالضبط اللي كيستحوذوا على 80% ديال السوق. هنا كاين واحد القضية هناك من يحاول أن يقتصر النقاش على المحروقات تكلم على الغاز والبنزين الأوروبا والطائرة شنو وقع فيه؟ والفيول ديال الأوروبا شنو وقع فيه؟ والإسفلت شنو وقع فيه؟ الغاز الجي بي إل اللي كيعمروا المغاربة ديال 3 كيلو 12 كيلو داكشي شكون كيدير فيه؟ راه نفسهم اللي كيديروا البترول هما اللي كيديروا الغاز. يعني حينما نتكلم على الوضع الطاقي خصنا نتكلموا حتى من جهة المنافسة كيخرج على السطح هادشي خصنا نتكلموا غير هما تيكشفوا من النسبة ديال التركيز ديال السوق الطاقة البترولية والطاقة الغازية مش العام ولا ماشي ولا ماشي لا ماشي داك الشكل ديالها مخطط وحده. الدولة اللي نقولوا اليوم قلت لكم لان حنا عرضنا الابتزاز لان تدخل ديال الدولة ظلمة اذا بغينا نقولوها حنا نعيشوا ظلمة بمعنى كان عندنا رجل ديال التسكرير كانت عندنا رجل ديال التوزيع جا شي واحد حسن ديال ذاك الرجل ديال التسكرير ولينا واقفين على رجل وحدة يا حافظ يا حافظ شنو نبقاو واقفين ولا غادي ولا غادي نطيحوا بمعنى بغض النظر عن غالي ما كاينش جودة وما إلى ذلك ولكن كاين واحد القضية اللي ما مكونش عند المغاربة هو القطاع ديال التسويق ومنين تجيب لك الطوموبيل ديالك سواء كانت فاخرة أو غير فاخرة سواء كنت غادي مسلمة كما قال منطقة مسلمة أو كنت غادي مخرجة واش غتبقى مقصود وما تبقاش مقصود هذا هو الإشكال الكبير وهذا هو اللي المغرب حنا كنخرجو جيتو غادي يسر وصافي. دونك إذا بالنسبة ل 24 كنت سابقا حنا عندنا تقرير ديال جميع المغاربة اللي هو يكتب لك هذا الشيء مستعدين حنا نعطيو التفاصيل أسبوع بأسبوع شنو هي الأسعار وكيفاش خصها تكون دوليا كيفاش الأمراض كتكتب وكيفاش وكيفاش هذا الشيء كلشي كنرجعوا لي بالشكل توصل. هنا ب 24 اللي كنسميو حنا الفاحشة شي واحد يقول لك قال المصطلحات ديال حنا يمكن كنقولوا كيصغير الجروع الفوضى كانوا لا أخلاقي سميت كيما بغيتي حنا اللي شفنا منذ التحرير في 2015 ضربات 100 مليار العام الاول ديال 2016 العام الثاني وصلنا 17 هو اللي تجاوز فيه الاستطلاع ديال البرلمان اللي كانت في النهايه في الاول ديال 2018 2019 وهذا الشيء غادي ينمي في النهايه 22 نفس الشيء 50.9 مليار ديال الدرهم اللي بنيو حوز اخر يمكن نبنيهم ما كلشي نعاودو من الاول ما كاينش بالنسبه للاسعار ديال الحروبات وخصوصا الغازوار بغيت غنتبهوا تتكون اساسا من الثمن ديال البترول المغاربه اليوم كيقولوا لك راه البترول الوقت البترول طاح
اسمع كاين جوع ديال الحكومه الاخرى اللي تسير تتحرك او تتحرك في اتجاه معين. حينما تحدث عن بيت الخام كتتابع ليها ماشي تسير. نعطيكم دابا الرقم اللي عندنا في هذا اليوم ديال 19 اكتوبر اللي بعد الثمن ديال البترول كيسوى 5.56 درهم لتر. هرامي ديال التسكير او الارباح او الشروخه ديال التسكير 2.21 درهم. مصاريف ديال التوصيل الى الموارد المغربيه 0.42 درهم. الضريبه اللي كيجمعها السيد المسؤول على الموازنه ولا الميزانيه 3.55 درهم، واش غتطلع عليك زول هذايا. ارباح الموزعين 2.36 درهم. المجموع هو اللي كتشوفوا دابا هي 14.10 و14.14 باش يتبع لينا يتبع لينا. غيقول لي شي واحد كيفاش بغينا نقصوا هذا الثمن؟ غنقول لي نيجي على شي بلاصه هادو لا زيرو لا نقصنا شي حاجه كيما بغيتي. بغيتي تمشي للتسكريب ديك 2.02 بحال هكا. بغيتي تمشي للدائره بحال ديك 3.55. بغيتي تمشي للارباح بحال ديك 2.63. نحيدو البيترول الخام الى لقيناه في المغرب ولا لقينا شي واحد يتصاح معنا عندنا شي ويز ديال الدار ما عندناش شي مشكل. وكانت عندنا فرصه في الكوفيد وكانت عندنا فرصه في البدايه ديال الحرب الروسيه الاوكرانيه ما استغليناهاش. خارج هذا الشيء ما يمكنش يقول لي شي واحد راه باغي الكازور ب 4 دراهم ولا 5 دراهم، الارقام راه هذا بلا ما تحدثوا بانه في 2008 كان البترول الخام وصل 147 دولار اليومين. ما عمرها ما بس الاخير، ولكن الثمن ديال الكازور ما يكون يتعدى 100 درهم علاش؟ الا الدوله اللي كتحمل السويدي كتدعم هادشي هذا. دابا قالوا لنا الدعم قال لان هادشي غادي نديرو تسمية القطاع الاجتماعية الصحة والتعليم وهادي وهادي. المغاربة يعني يقول دابا اليوم كيديرو يدو يمشيو باش يدو التعليم لولادهم ويدو الصحة لولادهم. لان الفلوس ما تعطاتش الدعم يمشي. واليوم راه غادي ينزلو لينا الغاز. الغاز غادي يدخل في 23 شي 24 ياك لا ربما ماشي هي هادي. لان علاش كيقولو لينا؟ كيقولو لنا غادي نختارو لكم عاوتاني واحد العام غادي يكون فيه الغاز طايح الثمن وغادي نحرم ومن غير يطلع بحال هذا الشيء يطلع عاوتاني الكازوار ويجيو ديك الساعه تبكي ويقول لك ساعه ثانيه ولا ديك الكازوار غتولي البوطه ديك الساعه كتسوي 200 درهم اري ميتي او بومان دو بوش بور بي بي لا بومون دو كاز ا 200 درهم. ارجع للسؤال المغربي كاين تغريد عينا نبرحوا في هذا الموضوع وقلنا حتى الناس اللي ما كيفهموش قلنا لهم يجي واحد ندير لكم واحد الزياره تشوفوا هذا المصفات راه مسؤولين كبار كيعطيو تصريحات ما اعتبرها بها السلطه. المصفى ديالنا اليوم مصفى تحت التصفيه القضائيه محكومه بقرار قضائي 21 مارس 2016 وتاكد في الابتدائي وتاكد في النفط والابرار. التصفيه القضائيه ماذا تعني؟ تعني بانه السيد اللي كيسير شركه غلت يده بقوه القانون وسحب من سير الشركه ومفاتيح الشركه بيد المحكمه والمحكمه ستبيع هذه الشركه لمستثمرين جديدين كان عاما او خاصا او شراكه في العام او كان عفريتا او كان نفريتا. المهم هو انه يعطينا واحد الملاك هذا اليوم غادي نجاوبوا عليه عند الدائنين يمكن غادي نخلصوا الدائنين ب 10% 20% 60% 100% يمكن ما يجي لهم والو وبغايه انها فوق تحضر الى 12 كذا وسطهم في الادارات والموارد الاقتصاديه والاجتماعيه. هذا هو الهدف ديال التصفيه القضائيه على حسب ما ينص عليه القانون المغربي. دول شركه اليوم بعكس ما يقال في الاعلام اليوم مثبته لحقها 92 مليار درهم ديال المليونيه اللي هي ديون اللي هي احكام اللي هي ضعائر اللي هي متابعات. هذه 92 مليار 82% مالها مالك ايها المغربي وايتها المغربيه ومنه اساسا قرض حيازه اللي كيفوت 12 مليار ديال الدراهم اللي عطاته الحكومات السابقه اللي كان فيها وزير الماليه واليوم من احد الكبار ديال الرجال الاعلاميه التي تقود الحكومه المغربيه. اذا الفلوس كما قال السي محمد عطات بدون ضمانات المال العام جا وحتى المؤسسه ديال المجتمع المدني والدفاع المال العام هذا ملف لازم ديال الترافع ديال الدفاع. ما تسبب في ضرائب اموال المغاربه وعطاها الفلوس بدون ان يكون عنده ضرائب. علاش يقول لنا سامي بغيتي نظر على الارباع واش غتطلع ولا لكن مجموعه ديال المصائب ستحول بالبلاد اذا لم يسوى هذا الملف ديال الشركه ديال سامي واستمرت كمحطه
الطاقة التكريرية ديال هاد الشخص اللي هو بمعدل 200,000 برميل يوميا. هذا الرقم تيجمعو 60% من المواد البترولية. صدر 2 مليون طن. وعندها مؤشر ديال العقدة ديال النيلسون ديال 7.4 اللي كيفوق المتوسط الدولي اللي هو 6.3. باش نقول هذا المؤشر ديال النيلسون معروف في العالم ديال التسويق ديال البترول هو سيلاندر ديزاين اللي كيعطيوك الروطابيليتي ديال لاسبير ديال البترول. حنا تقريبا كنقارنوا بين اوروبا الشمالية وعاد بزاف على مجموعة ديال النسبات في العالم من حيث الريبيا واللي فيها 640 نسبة. التخزين ديال الشركة اللي كيوصل 2 مليون ديال الطن فيها 160 ألف سيدي قاسم ومرتبطة بالبوك ديال 200 كيلومتر حتى الله بن محمد ديال سيدي قاسم. اليوم النظام الله اللي كتشوفوا في الطريق هو بزاف ديال الكاميون سيتير لأن الترونسبور كله ديالنا حنا كنديروه في الكاميونات ما عندناش الريزو ديال لي بايب لاين يمكن وحتى هذا حتى من ضمن الحوايج ديال الأمن والسيادة ديال البلاد ما خصناش نديرو البترول ديالنا كله على الكاميونات. كاين شي حاجة اسمها خزنة الله وشي حاجة خصنا نسيفطوها هنا شي حاجة خصنا نسيفطوها هنايا هو أنه من أجل ضمان الحاجة ديال البلاد شي كيقولوا غادي يبقى شي تسجيل على تسجيل في التاريخ. المغرب خاصنا أولا نكبوا على المراجعة ديال القوانين ديالنا اللي أصبحت متجاوزة على كل المقاييس ولم تعد مشجعة على الاستثمار في المجال هذا. والقوانين يخصنا مدونات طاقة في المغرب بالفهم ديال المقاربة الطاقية بشكل عام. ما يمكنش نمشي نروح على الروجين بوحدو، نتكلموا على الغاز بوحدو، نتكلموا على الفلوس بوحدو، نتكلموا على الفحم بوحدو. يجب أن نتحدث عن الطاقة بمفهوم ديال مدونات الطاقة. الدولة يجب أن ترجع هذا القطاع بأي شكل من الأشكال، وما يخصناش نخربطو في السيادة ديال الدولة في المراقبة والتخطيط والمتابعة ديال هذا الشأن الطاقي. وإلى واحد النهار غادي نخربطو سنة الحكومة يمشي يشتغل أخر، ويمكن غادي نخلص السيطرة على هذا القطاع بشكل عام. المزيج الطاقي خصنا نستمروا في التنويع ديالو، ولكن نحتاجو بانه ماشي نديرو لنا البورطاسيون ديال كلشي لهنا، ياك خصنا نديرو الامتداد والتوسع ديال الصناعه ديال الطاقات المتجدده والانتباه للتداعيات ديال هاد الطاقات على المستوى المتعدد. البترول والغاز يجب ان يستمر المغرب في التكيل الاحتياطي. وهاد الشيء اللي تقال في الغاز راه تقلع، غنكون نهار نديرو واحد الشربات ديال سيف واحد الشربات في العيش واحد الشربات ما عرف شنو هو. وعندنا مكتب مع كامل الاحترام منذ سنوات نفس التدبير هذه به ما نعرف شنو هو، بمعنى هذا الشيء خص يتعاد فيه النظر على انه المغرب خاصنا ما يمكنش كاع بين الناس فيها ولادها راه حنا عايدين لهذا المستوى ما يمكنش، بمعنى هذا نبدلوا السياسه ديالنا والتحفيزات اللي كنعطيو لها فيما يتعلق بالبحث على البترول والغاز، لا بد على المغرب ان يتوقع باي شيء من الاشكال. ونقول بانه الربط ديال الصناعه على البترول مع الغاز لا باغي نتبرونجا مع نيجيريا وباغي نتبرونجا مع لوزو افريكا. نقول لكم ان طلبات الغاز طبيعي مع الصناعه ديال التكرير ديال البترول مع الصناعه ديال البترول الكيماويه ما غاديش تبقاو كتسولوني على التكرير ديال البترول. غادي تسولوني على صناعه البترول الكيماويه اللي القيمه المضافه ديالها مضاعفه مضاعفه اكثر من الصناعه البتروليه. والنقطه الاخرى هي احياء ديال الصناعه ديال تسكير البترول لها المعطيات تكون هذه ما تعطيش الفرصه على ثاني نصب. واللي ما نقول باش كنتكلموا على الراك يقول لك ما كاين حتى شي حاجه. انا من هذا الموقع ولا في هذه المؤسسه اقول بانه هناك اكثر من مهتم باقتناء والاحياء والتصوير لشركه سامير ومن دول عظمى في العالم ومن مجموعات متمرسه والاباء المطورون في النفط والغاز. كل ما نطالب به هو فتح اطوار السلطه التنفيذيه والقرار السياسي في بعض الموضوع على اساس يكون